المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهوشنال جيسبا. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم غندير لكم وصفة مخصصة بالوجه تحديدا لإزالة التجاعيد مهما كانت الحدة ديالها إن شاء الله بإذنه كذلك، يعني وصفة غاية في الروعة، يعني مهما كان العمر سواء 60 50 40 إن شاء الله غنتخلصوا من التجاعيد وبمكونين فقط. يعني وصفة رائعة جدا، نتمنى ان شاء الله كل من جربتها وكل من استعملتها تخلي لنا في الكومنتات كيف جاتها وتعجبتها ولا لا. يعني دائما اي وصفة تجربوها هنا في القناة ان فتجربوها باسبوع، يعني حتى تبدا الوصفة كيف ما كانت النوعية ديالها تعطيكم النتيجة، فخليو لينا في الكومنتات واش تبغي تسمعكم نوعية البشرة ديالكم، يعني واش جافة دهنية حساسة او بشرة عادية، وكل هذا الشيء اكيد على راسي وعيني انني نرحب بهم في لي كومونتير ولا في خانتي التعليقات. وبالنسبه لهذه الوصفه يعني كتكون بمكونين فقط، سهلين مهلين، ممكن تلقاهم يعني فين ما مشينا وفين ما كنا ان شاء الله نلقاهم ونستعملوهم ونجربوهم كما سبق لي وذكرت. فإلا حتى نتوما عندكم وصفه طبيعيه لازاله التجاعيد بمكونين ولا بثلاثة ديال المكونات، فخليو لينا الوصفة، طريقة التحضير، طريقة الاستعمال، ولكن الوصفة تكونوا ديجا نتوما مجربينها باش هكذا المفعول ديال الوصفة يكون ناجح 100%. ولكن مع ذلك انا شخصيا غنجرب لا غوسيت، وإلا عجبتني وعطتني نتائج زوينة لما لا انني نجي نبارطاجيها معكم هنا في القناة باش هكذا تعمل فائدة للجميع ونستافدوا من بعضنا البعض. يعني نتوما تستافدوا مني وانا نستافد منكم إلا كانت عندكم اي تجربة لاي وصفة طبيعية مجربة ومضمونة اكيد. فهادشي اللي كاين، وبسم الله على بركة الله نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفة ثم طريقة التحضير ثم طريقة الاستعمال. ولكن قبل ما تنساوناش بالبيك لايك، تشتركوا في القناة وضغط على زر الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط نخليها لكم في الديسكريبشن بوكس ولا في الباغ دانفو اولا في صندوق الوصف. وبسم الله على بركة الله. دونك اول مكون غادي نحتاجو في هاد الوصفة غادي نحتاجو الحليب نيدو غبرة اللي كيجي بهاد الشكل هانتوما. ناخد يعني ملعقة يعني حليب نيدو كنا كنعرفوه اكيد، ممكن تاخدو اي اسم واحد اخر، المهم الحليب غبرة كيجي بهذا الشكل. هذا الحليب هذا راه رائع جدا لتبييض البشرة وتخلص حتى من التجاعيد. غادي نحتاجو المكون الثاني اللي هو زيت الصبار او زيت التين الشوكي اللي كيجي بهذا الشكل هذا، يعني زيت مضاد للتجاعيد زيت الصبار. شخصيا جربته وعطاني واحد نتائج افيكاس ونتائج رائعه وزوينه بزاف، يعني كل السيدات اللي مجربينه راهم عارفين النتائج ديال هذا الزيت هذا. الناس اللي غيسولوني ويقولوا لي فين ممكن نلقاه، فهو يعني متوفر عند الناس المختصين في بيع الزيوت الطبيعيه بامتياز، وايضا غتلقاوه في المحلات التجاريه الكبرى او الصغرى، يعني متوفر على حسب نتوما والنوعيه ولا مارك اللي بغيتو. ايضا غتلقاوه حتى في الصيدليات وحتى في فارماسي، دونك لو شوا كيبقى راجع لكم نتوما منين تاخذوه ومنين تشريوه. فنقراو بعض الفوائد. فمزايا التجميليه ديال هذا الزيت الصبار، تركيبه بزيت حبوب الصبار الغني بالاوميغا 6 والاوميغا 9 وفيتامين او، ملطف وملين ومجدد للبشره وخاصه البشره الجافه، مضاد للشيخوخه المبكره للبشره، وكيطهر فروه الراس وكيمنح ليونه ولمعان للشعر الجاف والمقصف. يعني ممكن نستعملوه للشعر كيف ما ممكن نستعملوه لبشره الوجه. انا شخصيا كنستعمله لبشره الوجه، يعني فوائده لا تعد ولا تحصى كما هو مكتوب في هاد القرعه ديال الزيت ديال زيت الصبار انه مضاد للتجاعيد. يعني مهما كانوا التجاعيد في بشره الوجه ديالك ان شاء الله غنتخلصوا منهم بواسطه هاد الزيت هذا. وكما قلت لكم سابقا يعني راني قلت لكم فين كيتباع، يعني بزاف السيدات غيسولوني في لي كومونتير، انا متاكده اننا يعني فين ممكن تلقاوه. فكما سبق لي وذكرت غتلقاوه في المحلات التجاريه الكبرى او الصغرى، ايضا في عند الناس المختصين في بيع مواد الزيوت الطبيعيه، وايضا غادي تلقاوه يعني في الفارماسي وفي الباغا فارماسي. دونك ناخذ هاد القرعه ديال الزيت ديالي اللي هي زيت الصبار
نفسحها. غادي ناخذ واحد الاناء فارغ وغادي نوضع واحد ملعقه من الحليب نيدو غبره بهذا الشكل. غادي ناخذ القنينه ديالي اللي هي بزيت الصبار ونضيف واحد الملعقه ونحاول نخلط الكل. غادي نحاول نزيد نضيف الكميه ديال الحليب نيد غبره غادي نحاول نزيد نضيف واحد الملعقه من هذا الزيت هذا الرائع جدا للتخلص من التجاعيد، يعني نضيف ملعقتين لان الكميه عندي كثيره ديال النيدو حليب. بالنسبه لهذا الزيت هذا غير ملعقه واحده الصراحه كتكفي، لانه كما قلت لكم مجرب مني شخصيا، فملعقه واحده منه تكفي لإزالة التجاعيد. الناس اللي يسولوني ويقولوا لي واش ممكن نستعملوه بشكل يومي في الليل قبل ما ننعسوا كمرطب للبشره ديالنا الا كانوا فيكم تجاعيد، فاكيد ممكن تستعملوه كل ليله قبل ما تنعسوا واحد المده غير ديال اسبوع غتبداو تلاحظوا الفرق. اكيد الاستعمال راه كيكون منذ اول استعمال، يعني الفرق اولا النتيجه كتبان، ولكن الحاجة اللي بغينا احنا يعني يحيدوا لينا دوك التجاعيد بمرة، فمدة اسبوع كنبداو نلاحظوا الفرق مزيان، يعني قبل وبعد بالمزيان كما كنقولوا، خصوصا اللي عندنا تجاعيد كثيرة في البشرة ديال الوجه. فيعني كنصح به وبشدة كل السيدات صراحة ياخذوه ويكون في المنزل ديالكم وتستعملوه بشكل يومي كل ليلة قبل ما تنعسوا، رائع جدا. وهذا الشيء عن تجربة شخصية، فممكن تستعملوه وترجعوا تقولوا لنا كيف جاتكم هذه الوصفة، واش عجبتكم ولا لا. اكيد غنحاول نزيد نضيف ديك الكميه المتبقيه عندي ديال الحليب نيدو غبره، ونحاول نزيد واحد نصف ملعقه من هذا الزيت. فالوصفه البنات كتصبح بهذا الشكل هذا كما هو موضح في الفيديو. بعد ما كتصبح بهذا الشكل هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنعملوها على بشره الوجه لمده ديال 15 دقيقه ولا 20 دقيقه ولا 30 دقيقه الا عندنا تجاعيد كثيره في البشره. من بعد كنخليو الوصفه حتى كتجبد لينا البشره الوجه، من بعد كنوصلوها ونحاولوا نرطبوا من وراء هذه الوصفه هذه بزيت الصبار الا عندنا مشاكل كثيره في بشره الوجه ديالنا. نحاولوا نزيتو بهاد الزيت هذا، يعني من وراء هذه الوصفه هذه نحاولوا نستعملوه كزيت مرطب، ولكن غير قطره ولا جوج لانه هو كيزيت البشره بزاف، فباش ما تبانش دهنيه اكثر واكثر، يعني باش ما تبانش البشره مزيته زياده عن اللزوم كما كنقولوا. فغادي ناخذ غير واحد القطره ولا جوج ونستعملوهم نزيتوهم بشره الوجه ديالنا بالكامل، وكما قلت لكم نبقاو نستعملوه كمرطب للبشره الوجه ديالنا في الليل قبل ما نعسو كل ليله لمده ديال اسبوع. وصراحه النتيجه كتبان منذ اول الاستعمال، يعني الفرق كيبان، ولكن ملي كنبقاو متكررين على هذا الزيت هذا، يعني مرارا وتكرارا كنستعملوا لبشره الوجه ديالنا كل ليله قبل ما نعسو، فاكيد النتيجه كتبان اكثر واكثر. ملي كنستعملوا المره الاولى كيبان الفرق، ولكن ملي كنستعملوا مثلا المره الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه فكيبان الفرق كبير بزاف على الفرق اللي ظهر لنا في الاول ديال الاستعمال ديال هذا الزيت هذا اللي هو زيت الصبار.
فهاد الشيء اللي كان بخصوص هاد الوصفه البنات، كما قلت لكم بمكونين فقط ان شاء الله غتحسوا على نتائج زوينه. فقط جربوا هاد لاغوسيط وقولوا لنا كيفاش جاتكم، واش عجبتكم ولا لا، واش تواتات معكم ولا لا. الا حسنتم عندكم وصفات فمرحبا بها. ما تنساوناش بالبيك لايك، اشتركوا في القناه، ضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. وانا بدوري شخصيا نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو وجميع الفيديوهات الموجوده في القناه. نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله وباذنه كذلك.